مساء الخير. مشاعر الفرح تغمرني بهاللحظات السعيدة، بهالحضور المبارك. كل اللي نقال من كلمات شكر وتعبير من القلب ما فيني أزيد شيء جديد. حقيقة أنا معكم فرحان ومنذهل قدام هالسهرة الرائعة، مع كل كلمة حلوة سمعناها وكل نغمة أنعشت قلوبنا ودخلت إليها الفرح بهالسهرة الروحية. والكلمة يلي بنقبلها بفرح يقول الرب تتحول إلى نعمة وحياة. في ختام هالرسيتال باسم رعية مار أفرام للسريان الكاثوليك في كندا، بتوجه بالشكر العميق لكل الذين ساهموا في إنجاح هذه السهرة الروحية. أخص بالذكر ابتداء من الحضور الكرام صاحب السيادة المطران إبراهيم إبراهيم راعي أبرشية الروم الكاثوليك في كندا. شكرا جزيلا. أشكر من كل قلبي حضرة الآباء الأجلاء من الكنائس الشقيقة يلي شرفونا وفرحونا بحضورهم ومساهمتهم، علامة الوحدة والشركة بكنيسة الرب. من الطبيعي إذا بدي أشكر حدا أبتدي فيه، راح أبتدي بأخي وحبيبي الأب فادي. بقول له مبروك على العمل اللي عملته وعلى هالتنسيق الرائع وهال الفقرات الحلوة المنعشة روحيا. أيضا بتوجه بشكر قلبي إلى الأخت جاكي، سير جاكي يلي هي جعلت السهرة الروحية تتلون بألوان حلوة من تعابير الأطفال يلي تبين البراءة وتعبر عن حقيقة كلمة الرب يلي بتقول الأطفال هم يعني بالفعل تعبير حقيقي عن المحبة والبراءة والصدق. إذن ما فيني إلا أن أشكر من جديد المذيعة كوليت ضرغام يلي كانت تتفجر في تقديمها الرائع اليوم. بتوجه بالشكر العميق أيضا للمرنمة بولا حتي اللي كلماتها بتدخل القلب وصوتها ينعش الروح. ربنا يبارك فيها حتى تكمل في هالتمجيد لله في كل الكنائس. بتشكر أيضا من كل قلبي كورال الكنيسة، كنيسة مار أفرام. اليوم حقيقة اعطانا أجواء روحية من أسبوع الآلام والقيامة، خلانا ندخل بهذا السر العظيم، سر آلام وموت وقيامة ربنا يسوع المسيح. بشكر أيضا هندسة الصوت يلي رافقت كل التراتيب وكل المشهد الحلو للأطفال، وأيضا كل المصورين من الإذاعات والتلفزيون. ربنا يبارك في عملكم حتى تنشروا هالكلمة إلى أقاصي الأرض. شكر خاص لنور سات يلي دائما هي تنقل كل نشاطات الكنيسة وتعبر عن حضور كلمة الله الإنجيل في كل بيت من بيوت الشرق والغرب. شكر خاص أيضا لإذاعة صوت الرب
بإدارة الأخت جاكي يلي رافقتنا واللي نقلت مباشرة هذه الأمسية. أحبائي افرحوا بالرب وأقول افرحوا دائما، هذه الكلمات يلي راح تبقى في قلبنا بهالأيام، نتهيأ لآلام ربنا يسوع المسيح، ندخل في هذا السر حتى نقدر نعيشه بفرح ونتوجه نحو القيامة منتصرين على كل آلامنا وصعوباتنا وأمراضنا وخطايانا، حتى نكون بالنور الجديد اللي أعطانا إياه المسيح نعيش شهادتنا في أيامنا. إذن بهالزمن المقدس، زمن أسبوع الآلام وعيد القيامة، أتمنى للجميع كل النعم والبركات، والرب يحفظكم حتى نلتقي دائما بأمسيات حلوة. أتمنى وبطلب من سيدنا المطران إبراهيم إبراهيم يختتم لنا ببركة رسولية. مرسي كولات، مرسي أبونا، مرسي للجميع، شكرا لكم على المحطة الروحية اللي شلتنا من الهموم اليومية وحطتنا على اتصال مباشر مع ايد الله الحنون اللي عم تلمسنا واللي عم تشجعنا. مرسي للكولات الإعلامية اللي أنا تفاجأت بكل الأشياء اللي قدمتها بروحانيتها الظاهرة، الله يباركك ست كولات، والله يبارك بولا على هالصوت الحلو، على الجو، على كل الأشياء اللي صارت حلوة. بنطلب من الرب أنه يبارككم، بركة الرب ورحمته تحلاني عليكم بنعمته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. ارحلوا بسلام وليكن سلام الرب دوما معكم.